واحد بيقول أعلم أن الطفل يمكن أن يتقدم إلى المعمودية، لا يتقدم إلى المعمودية إلا بعد 40 يوما من ولادته إذا كان ولدا، أو 80 يوم إذا كان بنت. فماذا يحدث إذا توفي هذا الطفل لسبب ما قبل مرور هذه الفترة؟ إذا كان الطفل في خشية من الموت أو عرضة للموت يعمد ولو كان ابن يوم واحد، ولو كان ابن ساعة واحدة، لأن خلاص الطفل أهم. أما حكاية 40 يوم و80 يوم دي خاصة بتطهير المرأة عشان الأم تحضر عماد ابنها، لكن إذا كان الابن في خطر الموت يعمده لو ابن يوم. حصل بالنسبة لنا ان احنا عمدنا اطفال اقل من كده ما داموا